يا رب. اللهم اجعلنا في العشر الأواخر من رمضان ممن غفرت لهم ورضيت عنهم وحرمتهم على النار وكتبت لهم الجنة نحن ووالدينا ومن نحب. اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقضي فيه الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال. اللهم آمين.